كل يوم على جوهرة اف ام مسلسل عيلة خرطر، سلسلة من الأجواء العائلية الطريفة. عيلة خرطر، بطولة لطفي بندقة، مهاش تورو، بلال العريبي، تمثيل رباب بوريو، ضيوف الشرف رامي بن عبد الله، كمال بن جيمة، أنيس الباشي وصابر سيزار. عيلة خرطر برعاية بعد 50 سنة عام ورا عام سيكام محبة وغرام. وانا ذاك اخر كلام عندي باهي. اي عاد مش ضحكوا له تمد على طول ويعيشك. قلت لك توا تقول لي المجي بالضبط نتاع حوايج العيد. حلو المجي بالمات وشال اسمه البيجي بيجي. اعمل حسابك انا والطفله بنتك وما تنساش اللي هي تعدي في الباك وخالي معانا راهو، وانت حب خاطرك تحب تلبس وتتشيك وتخرج مهندم بين الناس في العيد. هاوكا ما حبيتش امورك توا احلام تفهمين فيه. طفله باش تعدي الباك وصغيره كانديداتها تمشي تاخذ مهبة داكورد. انت فاش قام ميمه مكهب على 50 وخالك راجل كبير هو يجبد وعذرين يجبد، فاش قام يا خوي؟ حتى انا يا خوي مش معيد. اوه على ضمارك الماسط وزيد قرناته كبيده. يهم قالوا باش يعملوا سوند. سوند بالنون تشال هكا سوند يا بنتي سولد اسمه سولد. اي اي باهي داكورد باش يعملوا سوند باش يوصل حتى ل 90%. حلوه ذي نكته الموسم 90% معناها الحاجه نتاع 250 تشرب 3000. غريبه فيكم وتمنوهم وتمشي وتقولوا سولد سولد ثم سولد بلاش فلوس. يا بنتي فيقوا على وضعكم. ايا توا باش تخرج تشري لي الطماطم. ماما ماما نحب بيتزا نحب بيتزا مالا مالا نحب بيتزا ما كاش ما نجحش في البنك. ضم ضم نقص بالحس قطع عينينا. اي خذلها زوز كراذن صوص بيتزا متاع سيكا وتو هذيك حاضر باش ما تشدش الوقت. حل الحكه ديريكت تصب على البات وكهو. اوكي حكم القوي ونجيب الطماطم سيكام فيدي. اسمعني جا نحدثك الساعة برا رجعنا لي جا نحدثك. اسمعني لا تحدثني لا نحدثك. ضيفنا ليلة مش قولي تكون ضيف، ضيفنا جميل دخلاوي. اي وجيب في يدك الحلو اللي بني. اوكي بيتزا ملحة بيتزا ملا ملا رجعنا البيتزا نبصي عليها. يا خويا نورتني يا سي جميل رانا نموتوا عليك عائله كامله حتى في الحومه ريت الناس كل. اهلا سي جميل شو عملت سي جميل نحبوك يا خويا. شكرا لك يا مر نام. اتركني اتحدث عن هذه الحومه الزمنيه تاسست عام 1689. يا ودي راك غلط الحومه هذه مازال كبناوها 1680. لا انا اعرف التاريخ. سكنها الاغريق وسكن البيزنطيون ومروا عليها الدناسير ونفخوا فيها بلهيبها. نعم هكذا جاءت كلمه الهوري. شاي طيبة سي جميل نصك بعمر. يا مامور النص بجميل يا مامور. نعم شكرا وأنتم بالأمثل. كيف جاءت كلمة وانت بالأمثل؟ واحد باش يشوف في فترة قالوا شاي طيبة قالوا وانت بالأمثل. هكذا جاءت كلمة وانت بالأمثل. أي قبل ما جاءت وما شاءت. أسمعني باش نقول لك خبر ما هوش صار برشا لكن يا أخي يلا لاسانسور المصعد نتاعنا. نعم اتركني أتحدث عن المصعد. كيف جاءت كلمة مصعد؟ قالوا نمشي قالوا باش نصعد قالوا برا والرب معك. نعم هكذا جاءت كلمة مصعد. ليلة كلب سي جميل الله غالب لاسانسور مكسر باش نطلعوا في الدروج. نعم كيف جاءت كلمة الدروج؟ جاءت من الدوش. بعد ما تطلع الدروج لازم تعمل دوش. فين ايتاج يا سي عمر؟ تنجم تأشي أنا لما أسمعك جيد. كيف جاءت كلمة وأسمعك هي؟ نعم لا 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 يزيني من أسمعك وتسمعنيش من أسمعك نباتوا ليلة كاملة تسمعني من أسمعكش. البورتمان في سيزيام إيتاج سادت. كيف جاءت كلمة وسيزيام إيتاج هي؟ فك علي عاد يعطيني استقلالي سيبني عاد. هاي سي جميل هاي حل فترك هاكو قدامك تنجم تحل فترك على اللي تحب. حلو بارد اللي تحب انت قدامك. انا شنبهت عليك حل فترك حل حماس حل عطار حل الباب حل الشباك. ما عادش تقول نحل فتري. احنا البلديه نقولوا نشق فتري. سمعت نشق فطرنا طبعا. نعم كيف جات كلمه نشق فتري؟ زوج وزوجة جالسان هو قال نحل هي قد تشق هي قد تشق هي قال نحل. هكذا جاءت كلمة بيزنطة. نعم الله يخف الخبز هكا محلى ثقافته سي جميل الدخلاوي ثقافته بيزنطية بحتة. أرجوك يا سي عمر صلح المسعد أرجوك. يا ودينا في الصنديق صلح المسعد.
يكذبوا عليك. راهو كل سنسار عنده توا فوق العامين مكسر ويذي في جيه، يقولوا له اليوم تكسر راني شالق بيكم. فدلك عنده روح الدعابة هذاك حل مدام. سي جميل، هاني عملت انا البيتزا اللي شهيتها حلومة، وانت عادة مدي ديديتك على خاطرك نعرفك تحب المدفونة. نعم أشق حاجة اسمها المدفونة، اتركوني أتحدث عن المدفونة. جاءت بعد مقتل هتلر، قالوا وين ندفنوه؟ قالوا دفنوه هنا. بعد ما مات هتلر مات ولد عمه، قالوا دفنوه بعد هتلر. فاق هتلر قالهم لا ما تدفنوش بحذايا، فغصبا عن هتلر دفنوا ابن عمه بحذاه، فقاموا وأتوا بكلمة مدفونة. نعم هكذا جاءت كلمة مدفونة من المدفين. الله يقدر خير، الله يخف الخبز. طنطن جميل مهلاه، صوتك انا يعجبني مش نرمال، حتى انا صوتي مزيان راه امان هزني معاك. انا رامي عيطولي كلاوانة الحوم. انا ما هذه البسالة، ما هذه المساتة؟ طنطن طنطن امان مثالش، قولي منين جات اصل كلمة فريجيدان؟ نعم هي في الاصل كلمة بيزنطية او في الاصل اغريقية، تأسست عام 1600. يا ودي قص علينا بلا كلمة الفريجيدار، طول ما نجيو للدنيا تيقص سيبنا عاد بلا كلمة الفريجيدار، ونرجع كلمة الغاز بالكوشة ونقعد بعدك كليلة كاملة نخلطوا حتى البيت النوم. اي يس نعم. فك علينا. انا ما في بالك انا جميل رو في الحومة عيطولي، انا بلبل الحومة رو عندي كلام، انا نتكلم كيف انتي نتكلم عندي صوت تحلو برش. اهلا وسهلا اشخاوش نودي معاك نعم. دخن حتى موسى. اختانا عاد اختانا من هالحديث هذي الكل. اسمع سي جميل، الاقتراح متاعي طيب وجميل جدا كيفك انت. انا نعرف الاطباق متاع الطبخ الزمنية ياسر، وانت تبدأ ترافق فيها بصوتك العذب هذيك. انا نقول مثلا هاو تاجين فندق الغلة وانت تحكي لي على البيت، انا نقول هاو مراكب في المرسى وانت تحكي لي على القراعة كيفاش توجد. اولا اتركوني اتحدث على هذه البنت الثرثارة التي ليس لها معنى في الكلام، أو على الرجل الثرثور الذي ليس له حق في الكلام مع زوجته. واتركني أتحدث على هذه المرأة التي لا تعرف شيئا سوى المدفونة. نعم أنا تعبت وأنا سعدت الدرج لأنكم هنتلتموني وتيحتلوني قدري، وأنا أريد أن أقول كلمة واحدة. أنتم مثل عائلة بيزنطية، عائلة خرتر الباب يخرجون الناس الكل. اخي علي نحنا ها وقلك بيزنطي عيلة خرطر خرطر. كل يوم على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. مسلسل عيلة خرطر، سلسلة من الأجواء العائلية الطريفة. عيلة خرطر، بطولة لطفي بندقة، مهاج تورو، بلال العريبي، تمثيل رباب بوريو، ضيوف الشرف رامي بن عبد الله، كمال بن جيمة، أنيس الباشي، وصابر سيزار. عيلة خرطر.